وعلى صعيد آخر، اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية، حيث أكد وزراء خارجية دول المجلس على مواصلة دعمهم للشرعية في اليمن وحرصهم الشديد على وحدة اليمن واستقلاله ورفضهم لأي تدخل في شؤونه الداخلية ودعمهم للحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأيضا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وقد قدم وزير خارجية الجمهورية اليمنية شرحا مفصلا حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن، مشيدا بدور دول مجلس التعاون دول الخليج العربية في حفظ الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.